الحمى يا حماك الحمى ألمه بمجد الأمل قد صرخت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيا الوطن ذا الشعب يوما أراد فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد للغيب أن ينكسر ولا بد للغيب أن ينكسر حماك الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد الزمن لقد صرخت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيا الوطن بسم الله وبه أستعين والصلاة والسلام على خير الأنام. أيها الملأ الكريم من مسؤولين سامين في الدولة ورؤساء المنظمات الوطنية وضيوف مدينة سيدي بوزيد المناضلة وبنات وأبناء هذه المدينة، تعلن الهيئة المديرة للمهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر للحرية والكرامة افتتاح فعاليات الذكرى التاسعة للثورة تحت شعار الثورة إرادة الحياة. لماذا نحيي هذه الذكرى؟ نحيي هذه الذكرى للترحم على شهداء الوطن من جيشنا الأبي ورجال المنظومة الأمنية الباسلة ومواطنين العزل منذ الكفاح المسلح وضحايا الحقبة الدكتاتورية وضحايا الإرهاب، ونحسبهم عند الله شهداء. نحيي هذه الذكرى لنحمل السلطتين التشريعية والتنفيذية المسؤولية لعدم التفاعل الجدي مع مطالبنا المشروعة، ألا وهي اعتماد تاريخ 17 ديسمبر عيدا وطنيا. ونشكر الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين لمساندة هذا المطلب. نحيي هذه الذكرى لحث الدولة لتجسيم اللامركزية
وتركيز المجلس الأعلى للجماعات المحلية بمدينة سيدي بوزيد. نحيي هذه الذكرى لحث الدولة لإنجاز كلية الطب والمستشفى الجامعي بمجهود وطني بحت دون انتظار الهبات من الدول الأجنبية. نحيي هذه الذكرى مصرين على تسوية الوضعية العقارية بسرعة ومرونة دون ما مماطلة. أيها الملأ الكريم، قامت الثورة من أجل الحرية والكرامة، فلا كرامة ولا حرية دون شغل قار يحفظ للإنسان مروءته. قامت الثورة لنخرج من ضيق الرعية إلى فسحة المواطنة. نعتز بثورتنا التي استلهمت منها شعوب العالم المنهج والهدف. المقام اليوم ليس مقام بكاء ولا مطلبية، وإنما لنذكر بمبدأ استمرارية الدولة، وأن لا تتفصى حكومة لاحقة من قرارات حكومة سابقة، ولن يهدأ لنا بال حتى نحقق أهداف الثورة. وسبيلنا في ذلك العمل ثم العمل ثم العمل بكل استقلالية نمقت به التنابز الإيديولوجي والمحاصصة الحزبية والانتصار ليافطة الحزب دون الراية الوطنية. وفي الختام الشكر والثناء لكل من دعم المهرجان وذلل المصاعب، وأخص بالذكر وزارة الشؤون الثقافية، وزارة السياحة، وزارة الشباب والرياضة، ولاية سيدي بوزيد، بلدية سيدي بوزيد. فبمساندتهم جميعا ننجز برنامجا ثري من ندوات قيمة وإبداع فني وتبارز رياضي دولي. الحب للوطن، المجد للشهداء. عاشت سيدي بوزيد، عاشت تونس، عاشت الجمهورية، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'm gonna